القرآن الكريم كلام الخالق في شرع المخلوق ونظام حياته. قال الحق تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل. كلام الله به تسمو نفوسنا. على مدى القرون ومدى التاريخ تجد النجاح فيهم إذا رجعوا في أمورهم وحكموا فيها أرباب النور والهدى فيهم من الذين يدلونهم على كلام الله وكلام رسوله. به تسكن قلوبنا، تشتد عزيمتنا في مواجهة التحديات. من غلبتهم نفوسهم يكون على دين حق وهدى، ما أسهل أن يبيعه عندما يبدو لهف النفس على المال، يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير. البرنامج المباشر معاني ودلالات مع العلامة المربي الحبيب عمر بن حفيظ يأتيكم بإذن الله يوم الاثنين عند الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.